بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة، بطبيعة الحال دائما مع حلقات تعلم الجوجبر. في هذه الحصة أحببت أن أتقسم معكم مجموعة من الخطوات الخاصة بإنتاج برمجية متعلقة بالكورسور. بطبيعة الحال سبق لي أن نشرت برمجيتين هذا الأسبوع متعلقتان بمقارنة عددين كسريين، وكانت برمجية أولى متعلقة ب مقارنة كسرين باستعمال بطبيعة الحال الأقراص، وكنت قد استعملت قرصين، وكانت هناك برمجية أخرى في من خلالها استعملت شريطين، دونك دو بوند على الشكل المستطيل بطبيعة الحال. في هذه الحصة سأقوم بإعطاء كما قلت مجموعة من الأفكار حول إنتاج البرمجية الأولى المتعلقة بالأقراص. لأجل ذلك سنحتاج إلى قرص، دونك سنذهب إلى هذه القائمة هنا. تلاحظون بأن سأحصل على ساكل، دونك هنا ساكل طريقة إنشائه، يمكن أن أحتاج إلى مركز ونقطة، نقطة تمر من هذه الدائرة، وكذلك يمكنني أن أحتاج إلى المركز والشعاع، دونك سأختار الاختيار الثاني، أضغط في تقاطع المحورين، دونك هنا مثلا أعطاني نقطة سي لأنني قمت سابقا باستعمال نقطتين أو بي، وسيطلب مني الآن إدخال الشعاع، دونك شعاع هذه الدائرة، سأقوم بإدخال مثلا 2.5. دونك لاحظوا معي هنا حصلت على دائرة، طبيعة الحال يمكنكم تلوينها لكي تحصلون على القرص. هنا سأضغط على الدائرة، دونك يا إما استعملوا الواجهة الخاصة بجرافيك، دونك أضغط على الدائرة، أو أذهب إلى القائمة هنا الجاب ثم أضغط على هذه الدائرة، سيظهر لي هذا الشريط هنا. دونك سأقوم بالضغط هنا لاختيار اللون، دونك لاحظوا معي عندما أختار اللون فإنني أحصل على قرص، دونك يمكنكم اختيار اللون الأحمر أو اختيار اللون الأزرق، دونك سأحتفظ هنا باللون الأزرق. سنحتاج إلى نقطة تقاطع هذه الدائرة دونك مع المحور، دونك سأحتاج إلى الذهاب إلى انترسكسيون تقاطع، ثم أضغط في هذه النقطة، النقطة المشتركة بين الدائرة ومحور الأفاصيل، عندما أضغط هنا يعطيني النقطة D. الآن سنحتاج إلى تقسيم هذه الدائرة أو هذا القرص، دونك سأقوم أولا بإخفاء المحاور والشبكة كذلك لأنني لم أعد بحاجة إليهما. دونك لتقسيم هذه الدائرة قلت سأحتاج إلى ماذا؟ سأحتاج إلى أعداد، وهذه الأعداد ستكون أعداد صحيحة طبيعية بطبيعة الحال. دونك هنا كورسور سأختار الخيار الأول كورسور، ثم أضغط في داخل هذه الشاشة داخل جرافيك، تظهر لي هذه النافذة، أختار منها نوع العدد الذي سأقوم باستعماله، دونك هنا أونتيي سيكون بطبيعة الحال عشوائيا، والقيمة التي سيأخذها سأختار مثلا القيمة بين 2، وهنا أعطاني 30، دونك سأحتفظ بالعدد 30. دونك سأذهب إلى شريط الكتابة، بالمناسبة هذا الشريط يمكن أن يكون غير ظاهر بالنسبة لمجموعة من المستعملين، دونك لإظهاره يمكنكم الذهاب إلى أفيشاج ثم الضغط هنا على شون دو سيزي. دونك إذا قمت أنا حاليا بالضغط على شون دو سيزي فإنه سيختفي بطبيعة الحال من هذه الواجهة. دونك لاحظوا معي، دونك قمت بإخفائه. لكي أقوم بإعادته يكفي الضغط هنا أفيشاج ثم الذهاب إلى شون دو سيزي، دونك هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لإظهاره هي الضغط بالزر الأيمن للفأرة على جرافيك، ستظهر هذه النافذة لليمين، يمكنكم الذهاب إلى الخيار الثالث هنا دونك بريفيرونس أسبي، وتلاحظون بأن هنا مكتوب شون دو سيزي وهذه العلامة هنا غير مؤشر، دونك لم أقم بالتأشير عليه. إذا قمت بالتأشير هنا سأظهر هذا الشريط مرة أخرى. هذا الشريط كما تلاحظون يمكنه أن يظهر في الأسفل، دونك على أسفل الشاشة، دونك لاحظوا بأنني قمت بنقله من الأعلى إلى الأسفل، ويمكنني إعادته إلى دونك هنا أحتفظ بهذه الخاصية، خاصية تواجد الشريط في الأعلى حتى تكون الكتابة جد واضحة بالنسبة للمشاهد. دونك قلت سنقوم بتقسيم هذا القرص إلى هذا العدد من القطاعات، دونك هنا لدي N تساوي 13، دونك يمكنني تقسيم هذا القرص إلى 12 قطاعا دائريا، دونك 12 جزءا متساويا بطبيعة الحال. دونك سنذهب إلى شريط الكتابة سيزي لو شون دو سيزي، ونكتب الأمر التالي، دونك سيكونس الفرنسية اكسبريسيون، سأكتب مكانه روتاسيون، دونك سأقوم بتدوير النقطة دي روتاسيون. هنا يطلب مني إدخال لوبجي، دونك كلي لوبجي ماتيماتيك اون فا كي فا سوبيغ سيت روتاسيون الذي سنقوم بإخضاعه لهذا الدوران، ستكون النقطة دي
الزاوية التي سنستعملها ستكون دو بي سيغ ان بطبيعة الحال، لكننا نحتاج إلى متغير، وسنقوم بإدخال متغير مثلا باستعمال حرف ك أو الحرف اي إلى آخره. دونك سأستعمل مثلا هنا ك، سأقوم بضرب قياس الزاوية في ك. النقطة التي سنقوم بدوران حولها ستكون هي النقطة سي. لا فاريابل يعني المتغير الذي قمت باستعماله سيكون هو ك. القيمة الدنوية دونك لا فالور دو ديبي، القيمة الأولى التي سيستعملها هي صفر. القيمة النهائية هي ان، ثم لو با دونك كيف سينتقل من صفر إلى ان عن طريق إضافة العدد واحد. دونك لاحظوا عندما أضغط تظهر لي مجموعة من النقط حول هذا القرص أو حول هذه الدائرة، أضغط على أوكي الخاصة بلوحة المفاتيح. دونك لاحظوا الآن بأن عدد هذه النقط، دونك سأقوم بإخفاء النقطة دي، دونك لست بحاجة إليها الآن. عند سأقوم بتصغير قيمة ان حتى أحصل على العدد يمكنني حسابه أمامكم. دونك ان تساوي 5، دونك لاحظوا هنا تواجد خمس نقاط، النقطة الأولى، النقطة الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم الخامسة. إذا قمت بتغيير ان مثلا إلى 7، هنا حصلت على 9. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نقط. دونك الآن سنقوم بالربط بين النقطة سي وكل نقطة من هذه الدائرة. دونك سأعود إلى شريط الكتابة وأكتب سيكونس، لكن هذه المرة أحتاج إلى قطع، قطعة بالفرنسية سيجمون، دونك سأكتب سيجمون. عندما أكتب سيجمون يطلب مني إدخال النقطة الأولى والنقطة الثانية، يعني يمكنني إدخال طرفي هذه القطعة التي أريد إنشاءها. بطبيعة الحال فإن النقطة الأولى ستكون دائما هي السي، والنقطة الثانية ستكون نقطة من هذه النقط المتواجدة حول هذه الدائرة. هذه النقط المتواجدة حول هذه الدائرة قام الجيوجبرا بتسميتها على شكل، أو قام بتعريفها على شكل مجموعة، مجموعة من النقط، وهذه المجموعة قد سماها L1. دونك هنا سأحتاج إلى استعمال كل عناصر هذه المجموعة. دونك لكي أقوم باستدعائها، لكي أقوم باستدعائها سأكتب element. دونك عندما أكتب element سأدخل إليها هذه الخاصية أو هذا الأمر element list position. دونك المجموعة التي أريد استعمالها هي الواحد. البوزيسيون يعني الوضعية، يعني العنصر، يعني مكان العنصر ولا رتبة العنصر الذي سأستعمله سيكون بطبيعة الحال متغير. دونك كل مرة أستعمل نقطة دونك سأستعمل المتغير ك، لا فاريابل التي قمت باستعمالها ك، النقطة البداية التي تنطلق منها هي واحد، ونقطة النهاية هي بطبيعة الحال ان، ثم أضغط على اوكي. هنا حصلت على مجموعة من القطع كما تلاحظ، لاحظوا معي حصلت على مجموعة من القطع تربط كل نقطة من هذه الدائرة بمركزها، دونك بالمركز الذي هو هنا السي. يمكننا جعل هذه القطع بخطوط متقطعة كما تلاحظون هنا. يمكنني إخفاء النقط المتواجدة على هذه الدائرة. ويمكنني كذلك إخفاء النقطة السي إذا أحببت، أو كذلك يمكنني إخفاء فقط الاسم الخاص بها، دونك يحتفظ بالنقطة وأقوم بإخفاء الاسم. دونك الآن قمت بتقسيم هذا القرص إلى مجموعة من القطاعات المتقايسة، مجموعة من الأجزاء المتقايسة. مثلا هنا لاحظوا هناك خمسة أجزاء متقايسة، 1 2 3 4 و5. الآن نريد تلوين بعض الأجزاء من هذه الأجزاء التي حصلت عليها، وسأحتاج إلى زالقة أخرى، دونك كورسور. دونك سأضغط هنا وتظهر لي هذه النافذة من جديد. سأختار أونتيي، لو تيب سي الياتوار، دونك ستكون قيمة عشوائية، دونك سأسميها مثلا M. القيمة التي سأخذها هي 1، والقيمة القصوية هي N، قيمتها القصوية هي N. بعد الضغط على اوكي تظهر لي هذه الزلقة هنا. الان سنقوم بانشاء قطاعات اخرى، وسنستعمل بطبيعة الحال لون اخر، ويعبر دونك عدد هذه القطاعات يعبر عن العدد. دونك ساعود الى سيكونس فوق شريط الكتابة، الى شريط الكتابة ساكتب سيكونس، ثم في مكان اكسبريسيون ساختار سيكتور سيركولير. سيكتور سيركولير مركز هذا القطاع الدائري، مركزه سيكون هو النقطة C. نقطة بدايته ستكون هي النقطة D،
وعفوا ليست النقطة دي، سيكون عنصر من العناصر المجموعة المتواجدة حول الدائرة position E، وكذلك سيربط بين العنصر الموالي الذي ينتمي لهذه الدائرة E plus 1. La variable هنا اللي قمت بتختياره هو E. La valeur de début نقطة البداية ستكون هي 1، ونقطة النهاية دونك القيمة النهائية هي M، ثم أضغط على 1. دونك لاحظوا هنا سأقوم بالضغط على Entry، سأحصل على قطاع دائري قام بتلوينه الجوزيبر باللون الأخضر. أنا مثلا سأستعمل اللون الأصفر، دونك هنا سأقوم بإظهار هذا اللون بشكل جيد. يمكن لكم اختيار لون آخر مثلا اللون الأحمر، دونك إذا قمت باستعمال اللون الأحمر، اللون الأخضر، يمكنني استعمال كذلك اللون الأزرق. سأحتفظ بهذا اللون. وكلاحظوا الآن إذا ما N تساوي M تساوي 2، فإنني قمت بتلوين 2 على 5 من هذا القرص. دونك سأقمت دونك قلت بأنني قمت بتلوين 2 على 5. مثلا هنا سأقوم بتغيير قيمة N M 3 على 5، الآن هنا 4 على 5، وأخيرا قمت بتلوين القرص كامل 5 على 5. دونك سأقوم بإضافة زر يتحكم في القيم N و M، دونك هي بطبيعة الحال هي قيم عشوائية. سأقوم بإضافة زر يعني كلما ضغطت عليه فإن هذه القيم تتغير. دونك سأذهب إلى هذه القائمة كيرسور تكست إيماج، سأختار بوتون دونك هنا زر، سأضغط في هذه الشاشة، ثم يطلب مني إدخال اسم هذا الزر، دونك سأكتب مثلا عادة أكتب R A Z دونك لا غوميز زيرو، ثم الأمر الذي سأستعمله هنا أكتواليزي كونستركسيون. دونك عندما اختار هذا الامر فانني كلما ضغطت على هذا الزر، دونك لاحظوا معي كلما ضغطت على هذا الزر فان هذه القيم ستتغير بطريقه اوتوماتيكيه. دونك لاحظوا اصبح n يساوي 10 و m يساوي 9، يعني اننا قمنا بتقسيم هذا القرص الى 10 قطاعات او 10 اجزاء متقايسه، ومنها قمنا بتلوين دونك من هذه الاجزاء قمنا بتلوين 9 اجزاء. ساضغط مره اخرى وقمنا بتقسيمها إلى 23 جزءا وقمنا بتلوين 9. دونك هنا قمنا بتقسيمها إلى 7 أجزاء وقمنا بتلوين 3 إلى آخر. دونك هنا مثلا قمنا بتقسيمها إلى 4 وقمنا بتلوين 4. دونك هنا يعني لدينا القرص بشكل كلي. دونك الآن يمكنني إخفاء N وإخفاء M. سأقوم بإخفائهما عن طريق الضغط بالزر الأيمن للفأرة عليهما معا باستعمال الزر الخاص بلوحة المفاتيح كنترول، ثم افيشي دونك سأقوم بإخفائه. إذا أردت إدراج نص، دونك أريد إدراج نص يعبر عن الجزء الذي قمنا بتلوينه، جزء من الكل، دونك هنا مثلا قمنا بتلوين 1 على 3، دونك عندما أكتب نصا فإنه يجب أن يظهر لي بأنني قمت بتلوين هذا الجزء. دونك هنا إدراج نص دونك تكست، دونك هنا يمكنكم بطبيعة الحال استعمال هذه القوائم، لكن عادة بما أنني أستعمل كثيرا لغة لاتكس فإنني يمكنني كتابة الأمر مباشرة. دونك هنا سأكتب ديفخاك، يعني هنا كتابة كسرية ديفخاك. دونك ديفخاك ماذا؟ دونك هنا بين اللمتين الأولى والثانية سأقوم بإدراج البسط. دونك هنا سأكتب بطبيعة الحال العدد M، وبين اللمتين الثالثة والأخيرة، بين اللمتين الثالثة والرابعة سأقوم بكتابة N. دونك لاحظوا ماذا سيظهر لي هنا، سيظهر لي العدد 1 على 3. دونك يمكننا تكبير هذا النص عن طريق تضخيم حجم الخط مثلا هنا، سأضعه بجانب هذا الشكل، سأقوم بتلوينه كذلك إذا أردت ذلك، يمكنني تلوينه بطبيعة الحال. دونك لاحظوا كلما ضغطت على هذا الزر R A Z
وهنا مثلا قمنا بتلوين 13 على 27، دونك يعني قمنا بتقسيم هذا القرص الى 27 جزءا وقمنا بتلوين 13 مثلا. يمكننا تصغير قيمه ان، دونك يمكن الضغط على ان بالزر الايمن للفاره بروبريتي ثم الذهاب الى هنا كورسور وتغيير قيمه القصويه لهذا هذه الزالقه. دونك مثلا هنا 30، اذا رايتم بان العدد 30 هو عدد كبير فيمكنكم تغييره مثلا الى مثلا 15 او 13، دونك ساضع 13 مثلا. دونك مثلا هنا قمنا بتقسيم هذا القرص الى 13 جزءا وقمنا من هذه العناصر او من هذه الاجزاء 13 قمنا بتلوين 5، 1 2 3 4 5. اضغط مره اخرى فاحصل على هذا الشكل. هذا الشكل يمثل المساحه الملونه هنا تمثل 9 على 10، يعني قمنا بتقسيم القرص الى 10 اجزاء ومنها من هذه العشرة قمنا بتلوين 9. بالنسبه للساده الاساتذه الذين يرغبون في استعمال الحروف العربيه، دونك هنا 12 على 3، دونك سنحاول ترجمه بطبيعه الحال تحويل لغه الجوجبرا الى اللغه العربيه اولا. دونك سنذهب الى اوبسيون ثم لونغ ثم نختار العربيه. دونك هنا العربيه تتواجد في القائمه الاولى. دونك هناك العربيه الخاصه بالمغرب موروكو، هناك العربيه التونسيه، العربيه السوريه، ولا ادري ان كانت هناك عربيه اخرى. دونك انا بالنسبه لي العربيه ساختار العربيه في المغرب. دونك بالنسبه للاشقاء في تونس او دول اخرى يمكنهم اختيار اللغه التي تناسبهم. دونك عن طريق خيارات، دونك هنا سنذهب الى خيارات والى متقدم، خيارات متقدمه ستظهر لنا هذه النافذه تفضيلات او خيارات متقدمه. سنذهب الى اسفل هذه الخاصيه هنا وسنضغط على، لاحظوا هنا اللغة، سنقول له أن سنطلب منه أن يستعمل الترقيم المحلي. هنا سأضغط على هذه القائمة هنا، لاحظوا بأنني حصلت هنا على العدد الكسري الذي يناسب هذا الرسم. دونك يمكنني الضغط مرة أخرى، لاحظوا وهنا مثلا 1 على 3. قمنا بتلوين جميع الأجزاء 11 على 11، وهكذا نكون قد أنجزنا الجزء الأول من هذه البرمجية المتعلقة بمقارنة الكورسور. هنا قمنا بإنشاء القرص الأول. يمكنكم بنفس الطريقة إنشاء القرص الثاني والتعبير بطبيعة الحال عن الأجزاء الملونة بكسر، وبعدها يمكنكم مقارنة الكسر الأول مع الكسر الثاني. دونك إلى هنا أترككم، وبطبيعة الحال سنلتقي إن شاء الله في فرصة مقبلة. إذا كانت لديكم أسئلة حول الموضوع يمكنكم طرحها في التعليقات الخاصة بهذا الفيديو، كما يمكنكم مراسلتي عبر الصفحة الخاصة بي على الفيسبوك.